نظمت هيئة الشارقة للكتاب بالتعاون مع مجمع اللغة العربية بالشارقة ندوة المعجم التاريخي للغة العربية على هامش معرض القاهرة الدولي للكتاب. التفاصيل في التقرير التالي. معجزة القرن، شمس المعاجم. ذلك هو المعجم التاريخي للغة العربية، ديوان يقف متفرداً بمحتواه شامخاً بلغة القرآن في معرض القاهرة الدولي للكتاب. فكان لابد من تسليط الضوء على مكنوناته الدفينة وحروفها البارقة، وهو أمر تعيه بحق هيئة الشارقة للكتاب التي أعدت له ضمن فعاليات البرنامج الثقافي المصاحب للمعرض ندوة بعنوان المعجم التاريخي للغة العربية، قصة الميلاد والتطور. إيمانا بهيئة الشارقة للكتاب بأهمية لغة الضاد ونشر الكتاب باللغة العربية، ولما يحتويه هذا المعجم من أثر كبير للبشرية عموما، يعد هذا المشروع الكبير والعظيم من نوعه الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، درة وجوهرة تفتخر بها العرب كلهم. فلذلك ارتأينا ننظم هذه الندوة الثقافية المهمة في معرض القاهرة الدولي للكتاب لتعم الفائدة هذا المعجم للجميع في كل مكان في العالم. فبحضور عمالقة لغة الضاد والأدب تطرقت الندوة لمشروع المعجم التاريخي الذي يكشف تاريخ الأمة واللغة العربية وحضارتها الضاربة بجذورها في عمق التاريخ. مثل هذه الندوات تسلط الضوء على ماهية المعجم، على دوره، على الإضافة التي يقدمها للغة العربية. شرحنا فيه وتعرضنا لثقافة المعجم، لأهم المراحل التي مر بها قديما، للعوائق التي كانت واقفة أمام هذا المعجم، وكيف سخر الله له سبحانه وتعالى يعني حاكم الشارقة حفظه الله واتحاد المجامع، واستطعنا بتوفيق الله تذليل الصعوبات، ورأينا إنتاجاً عظيماً في 17 مجلداً. يؤرخ المعجم التاريخي الألفاظ العربية ودلالاتها على مر العصور ويبين أساليبها. هذا ما أكده ضيفان ندوة الدكتور محمد صافي المستغانمي أمين عام مجمع اللغة العربية بالشارقة والمدير التنفيذي للمعجم التاريخي، والدكتور مأمون وجيه المدير العلمي للمعجم التاريخي. قد نهضت هذه الندوة لتبين للقراء الجهود الجبارة التي بذلت في هذا المشروع، وماذا يعني المعجم التاريخي للغة العربية، وما الفرق بينه وبين المعاجم السابقة، وما هي الإضافات الجديدة والنوعية الموجودة في هذا المعجم، وكيف رصد قصة اللغة العربية وتاريخ ميلاد الألفاظ وتنوع الدلالات عبر التاريخ حتى يومنا هذا، وقد أنجزنا منه 17 جزءا، وتأتي البقية وفق الخطة الموضوعة إن شاء الله. الله سبحانه وتعالى يقول في كتاب العزيز: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. فالله تعالى يحفظ هذه اللغة عن طريق أن يقيد لها من ينصرها ويؤيدها ويقوم بنشرها ودعمها. وفي هذا الإطار قيد الله سبحانه وتعالى وهيئة للشيخ الوالد الأستاذ الدكتور سلطان القاسمي أن يدعم اللغة العربية في كل مكان وفي كل المناسبات. فنسأل الله تعالى أن يتقبل منه هذه الأعمال وهذه الجهود المباركة، وأن يمده بوفور الصحة والسعادة، كما أيضا نتوجه للقائمين على إنجاز هذا العمل الضخم وعلى الكتائب العلمية المجهولة التي تقوم بالكتابة والتحرير والتدقيق وغير ذلك. ولأن إنجاز المعجم التاريخي ما كان له أن يرى النور إلا بجهود ورؤى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، فكان لابد من تسليط الضوء على هذه الجهود خلال الندوة، خاصة لما لسموه من باع طويل في حماية اللغة العربية، إدراكا من سموه أنها تحيا بالاستعمال وتموت بالإهمال. تأتي ندوة المعجم التاريخي
لتعريف الحضور بأهمية اللغة العربية والارتقاء بها والحفاظ عليها للأجيال القادمة. لأخبار دار محمد الجنيدي من العاصمة المصرية القاهرة.